حياكم الله على بلاير 1 مع مقدمكم المعتاد محمد جفري على بداية العام الجديد، واللي أتمنى أنه يكون عام خير وبركة عليكم جميعا. حبيت أني في هذا الفيديو أعطيكم تحديث يخص وضع وخطة قناة بلاير 1 لعام 2021. مثل ما انتم شايفين مع الخطة الجديدة لقناة بلاير 1 أضفنا زاوية للتصوير عشان أقدر أحسن وأنوع من المحتوى، فأخبار الألعاب وأهم الإصدارات وتغطية المعارض والمؤتمرات مستمرة بكونها جزء مهم من محتوى القناة، فمن هذه الناحية لا تشيلوهم. لكن راح يحصل تغيير في طريقة تقديم أخبار الأسبوع، وبيكون تصوير صوت وصورة وبإذن الله بيطلع بشكل يعجبكم، والفيديوهات القصصية اللي نشوف فيها قصص الشركات والشخصيات فأيضا مستمرة مع تنويع أكثر من ناحية اختيار المواضيع. أما الجزء اللي راح يتم زيادة التركيز عليه فهو الألعاب نفسها، وبإذن الله على نهاية كل أسبوع راح يكون في مقطع مطول لتجربة لعبة معينة، سواء إن كانت من أهم إصدارات الشهر أو من الألعاب الأقل شهرة. والبداية الجمعة القادمة مع هيتمان 3، ومثل ما عودتكم أي لعبة يتم تختيمها راح أنشر مراجعتها حتى لو بعد وقت الإصدار، إني أحب أخذ وقتي في التختيم عشان أستمتع أكثر في التجربة، وإن كنت عارف إنه في تقصير من هذه الناحية في الفترة اللي فاتت لكن الوضع كان زحمة. هذا بالإضافة الفيديوهات راح تكون عبارة عن فضفضة أتكلم معاكم فيها عن موضوع معين في عالم الألعاب. أما الهدف من كل هذه التغييرات والإضافات ومحاولتي المستمرة إني أنوع وأزيد من محتوى القناة هو إني أقدر أقدم لكم محتوى متنوع متجدد وبوتيرة أسرع، والأمل إنه كل هذا العمل يرفع من الجودة ويخلي فيديوهات القناة أفضل وتطلع بشكل يعجبكم وتستمتعوا أكثر بالمشاهدة، وإنه تكون قناة بلاير 1 هي المحطة اللي تحتاجها لأي شيء له علاقة بالألعاب. فإذا تهمك الأخبار أو الإصدارات الجديدة أو تغطية المعارض والمؤتمرات أو تحب تتفرج على قصص ووثائقيات للشخصيات والشركات، فمع قناة بلاير 1 أنت في المكان الصح. وإذا عندكم أي اقتراحات أو تساؤلات فضروري أنكم تذكروها في التعليقات. أما الختام فسواء كان صوت أو صورة فهو بشكركم على المشاهدة.